فيسبوك لايف ما فينا نسمع أغاني كاملة. هلأ بعد اللايف على الإذاعة نسمع أغاني قد ما بدنا. هلأ هون هيك كلمتين بس عايت علينا بقصصنا مجور. بتمنى كلكم تكونوا منيح. قبل شوي تتمنك على أصحابي بإنستغرام هلأ على فيسبوك وعلى الإذاعة كمان. بتنهر يا رب موفق للجميع للجميع للجميع. جرب أطلع من أجواء أنه نحن أجواءنا البشعة ببيروت. كتير عم بزعل لما عم تنعرض صورة بشعة عنا. نحن مش هيك يا جماعة. نحن مفروض اللبنانية ما منسرق ريجاريت، ما منفوت على المدافن منسرق، ما منسرق بالسوبر ماركت، ما منقبر بعضنا عكيس سكر. نحن بالعكس نحن منهدي بعضنا. نحن إذا رايحين نتغدى أو نتعشى عند حدا نشتري له أحلى شيء ومناخده معنا. نتقاسم اللقمة نحن والجيران. نحن عنا عادة مش موجودة لا بأوروبا ولا بأمريكا، أنه بتقول لحدا معك بالبيت طلع عند الجيران جيب رغيف خبز مقطوعين، بيطلع بيجيب رغيفين وبينزل وما بيقبل يردن. نحن إذا حدا جاب بيبي وبعت لنا حلو ما منرد الصحن فاضي. رح تقولوا عن شو عم تحكي هاي؟ عم بحكي عن تقاليد بسيطة ودرويشة ويمكن جيلنا ما بقى يعملها مثل أهالينا. بس لأقول إنه نحن مش هيك. نحن مش حرامية. نحن شعب مقهور بس، والقهر بيعمل كتير. ونحن بني آدمين عنا الجانب الحلو وعنا الجانب السيء، عنا الجانب الملائكي وعنا الجانب الشيطاني اللي بيلعب بعقلنا، وعنا كمان الحاجة اللي هي أسوأ شيء، اللي هي أسوأ شيء لما حدا من أهل بيتك بيعتاز شيء وأنت ما قادر تعمله كنت بالعادة تعمله. يعني نحن أوقات منقول لأولادنا ما رح خليك تعوز شيء، هيدا وعد منوعده لأولادنا ومنحققه بفترة من الزمن. نوصل لمرحلة إنه لا ما فينا نسرق. إيه ممكن الله لا يجربنا بس نعملها. سوري زعلتكن بس كان عبالي اقول هالشي لانه بزعل بزعل